طيب خليني اعرف بقى من حضرتك، لما يكون، وده للاسف صفه دارجه قوي دلوقتي في الاطفال تحديدا في الجيل ده، العند بقى موجود بطريقه صعبه جدا، والامهات مش عارفين يتصرفوا مع الاطفال اللي بيبقى عندهم عند كبير وساعات بتوصل لحد العصبيه المبالغ فيها، تمام. بيتعاملوا معاهم غلط. طيب خليني اقول لك ان العند هو احد الصفات السلوكيه الموروثه، مش مكتسب موروث. بمعنى لو الام او الاب فيهم نوع من انواع العند، فالطفل بيطلع عنيد زيهم، الى جانب الممارسه اليوميه للعند من الاب او الام. فهو سلوك مكتسب الى من جانب هم انه صغيرين موروث، يعني. من هم صغيرين موروث ومكتسب. لان لو الام او الاب بيتعاملوا بعند وبعصبيه، هو الطفل بيكون زيهم، الطفل بيكون مرايته الام والاب. طيب هل الامهات في هذا الجيل بيبذلوا الجهد المطلوب منهم؟ لا. احنا بدايه حل لاي مشكله ان احنا نكون صرحاء مع نفسنا، طبعا. نكتب كده في ورقه وقلم ايه التقصير وايه اللي المفترض يتعمل. الامهات الفتره دي، وده الناتج من ايه؟ ليه انا بقول كده؟ مش بقول كده كلام، لا، في ابحاث، في دراسات اتعملت ان الاطفال التجاؤهم للموبايل او للاجهزه الالكترونيه بقى اكتر من 10 سنوات فاتوا، فده دلاله على انشغال الام عنهم، وبالتالي نتج عنه العصبيه عند الطفل اللي عند ظهور سمات توحد، فرط حركه، تاخر دراسي، وتشتت انتباه. طيب من 10 سنوات كان هذا الامر موجود؟ لا. ايه اللي زوده؟ اللي زودوا استخدام الأجهزة الإلكترونية، التابلت والموبايل، اللجوء إلى الفاست فود بشكل أكتر، الفاست فود بشكل شبه يومي. الأم نفسها عصبية، مش قادرة تبذل مجهود. الأم دايما شايفة، مش يعني هي أي أم في العالم بتربي ولادها، بتعلم ولادها، بتساعدهم، بتطبخ لهم، يعني الحاجات اللي هي الأساسية، ده شغل عادي ممكن الأم أو الأم البديلة تقوم بيه. ولكن في عندنا جزئية الحنان والاهتمام والرعاية النفسية والأمن النفسي والحب والاستماع للطفل أو الطفلة، كل دي أمور لازم الأم اللي تقوم بيها. ولكن الأمهات اللي هم بيشتكوا من الطفل، طب تعالي اتكلمي مع الأم، أنت بتقعدي مع ابنك تحكي له قصة قبل النوم؟ لأ. طب انت بتقعدي تشرحي له ان اللي عمله غلط؟ لا. لو طفل حاول يكسر كوبايه، جه يشيل الكوبايه وكسر، بنلاقي ان الام بتسارع ان هي بصراخ والغضب ان الكوب او الفازه انكسر، ولكن الطفل هو مش فاهم هو عمل ايه، وبالتالي بقت بالنسبه له فكره الخطا مكرر. فالام تقول لك هو كل شويه يكسر الحاجه، هو بيكسر لانك ما شرحتيش له هو ان الفعل ده غلط. وعمليه الشرح تبدا من سن كام؟ من سن سنتين. سنتين تبدا تشرح كل سن حاجه. 4 سنوات يبدا يفهم كل حاجه. سن 4 سنوات يبدا يفهم كل حاجة. وفي جزئيه ثانيه، من سنتين لاربع سنوات الطفل بيفهم بالتكرار. يعني نفس السلوك ممكن يعمله غلط وانا اكرر له ان ده غلط، بس بدون عنف وبدون عصبيه، لان العنف والعصبيه هيرجع على الولد ان هو هيكون هو كمان عنيف وعنيد وعصبي، وهيفهم ان اقصى عقوبه عند الام او الاب هي الصراخ او الضرب او خلاص زعقوا شويه والموضوع خلص خلاص، وبيكبر على كده كمان. واحنا عندنا نقطه مهمه، احنا بنعد الطفل، الطفل مش هيفضل طفل طول عمره، احنا بنعده يكون انسان ناضج محترم معطاء في حياته وفي حياه الاخرين، مراهق سوي. لان احنا مرحله الطفوله المبكره بتهيئنا للمراهقه، بتهيئنا لمرحله النضج والشباب. احنا بنقول في ناس انانيه كتير بنقابلها في حياتنا، في ناس مغروره، في ناس بتكذب، في ناس وكل ده لان الام والاب ما بذلوش مجهود كافي منذ الصغر ان هم يعلموا اولادهم اساسيات الاخلاقيات والطبائع الحسنه، ويعلموهم الامور الحياتيه بقى، سواء كانت امور دينيه، سواء كانت امور سلوكيه، سواء امور تعليميه، ولكن اهتموا بالظاهر اللي هو لازم يتكلم بلغه اجنبيه، لازم، لا. احنا حتى صارت بعض الطبقات، يعني الطبقه المتوسطه وتحت المتوسطه، بتحاول تقلد، بتقلد وكان ده هو الحاجه الختم اللي بياخدوه ان احنا كده بقينا هاي كلاس. اوكي، الانسان اللي احنا بنقول عليه طبقه راقيه بيكون راقي باخلاقياته وبتعامله مع الناس، بانه فاهم التواضع، بانه فاهم يعني ايه مسؤوليه، بانه فاهم يعني ايه حب، كل ده منذ الطفوله. بنجد صعوبه شديده جدا لو حاولنا نعدله او نغيره في الكبر، يعني